قال إبراهيم الخراساني: حججت مع أبي سنة حج الرشيد، فإذا نحن بالرشيد في عرفة واقف حاسر، يعني عار الرأس، حاف على الحصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي ويقول: يا رب يا رب، أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة، فاغفر لي. فقال لي أبي: يا بني، انظر لجبار الأرض كيف يتضرع إلى جبار السماء،